للحديث أكثر عن استمرار الانتهاكات في المقددية في ظل استمرار تهجير أهلها، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، وعبر سكايب أيضا من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات عبد الرزاق الحيالي. أبدأ معك دكتور أيمن، يعني كما تعلم بذريعة ملاحقة تنظيم داعش لا تزال الميليشيات ترتكب الجرائم ضد المدنيين وتوسع من عملياتها في قرى المقددية، هل لا يزال العالم يصدق ذريعة داعش ومكافحتها؟ أخي الكريم، هذه الأعمال الإجرامية والأفعال الإجرامية التي ترتكبها الميليشيات في محافظة ديالى وفي محافظات أخرى، حقيقة هي جرائم ممنهجة، جرائم منظمة، تتضمن أيضا يعني قتل جماعي، تتضمن إبعاد قسري للسكان، تتضمن إرهاب المدنيين وإرسال رسالة بأن لا أحد آمن من الذين في دائرة الاستهداف من قبل هذه الميليشيات. وبالتالي نشهد موجات نزوح هنا وهناك، وما يذاع أنه بحجة يعني محاربة الإرهاب أو محاربة داعش، فهذه الحقيقة يعني ذريعة واضحة وأسكمت الأنوف كما يقال، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قوات حكومية متواجدة في المناطق المستهدفة بشكل دائم منذ سنوات، منذ أكثر من 3 سنوات هذه القوات تتمركز في المنطقة ولديها حواجز أمنية ولديها كاميرات مراقبة ولديها الأمور الأخرى اللوجستية، لكن كل هذا يعني أين داعش، وأين من أين جاء داعش، وكيف جاء، وبأي يعني بأي صورة يتم رفع الحواجز الأمنية وكاميرات المراقبة قبل يومين من الهجوم. نعم. سأعود إليك دكتور أيمن ريثما أنتقل بسؤالي الآن إلى ضيفي من مالمو السيد عبد الرزاق الحيالي. يعني السيد عبد الرزاق، كما تعلم وعند الحديث عن المقددية فقد شهدت إعدامات ميدانية للضحايا على مرأى ومسمع من ذويهم ومن كثير من أهالي قرية نهر الإمام، ما التوصيف القانوني والحقوقي لمثل هذه الجريمة؟ تفضل. تحية لك أستاذ، وتحية للمشاهدين والرافدين الكرام. سيدي، للأسف اليوم القانون في العراق متوقف تماما. المفروض احنا نطالب يعني محاكم وقضاة من خارج العراق. ليش؟ لأن اليوم الحكومة مشاركة الجريمة، الحكومة اليوم دولة رئيس الوزراء مشاركة هاي الجريمة اللي تقوم بها الميليشيات الإيرانية، لأن تحت إشرافها، وجود الجيش، وجود الشرطة، بوجودهم جاي يتم اغتيال الأبرياء في المقدادية. هذا يعني أن أكو موافقة من الحكومة لإبادة المقدادية والمكون السني هناك. احنا في الوقت اللي الحقيقة ما نريد نثير الورقة الطائفية اللي جاي تشتغل عليها الميليشيات الولائية بعد خسارتها في الانتخابات، وبالوقت اللي يريد يتشكل أزمة للتيار الصدري وهذا صراع سياسي جاي يدفع يعني تدفع الناس الأبرياء. أكو اتفاق ميليشياوي إيراني ويعني ويا الحكومة العراقية اليوم، مصطفى الكاظمي والأجهزة الأمنية، الأجهزة العسكرية كلها مسؤولة عن هذه الإبادة اللي جاي تصير بالمقدادية. فالحقيقة اليوم احنا قضاءنا متوقف وما في عدالة في العراق. قضية ورقة داعش اكذوبة، العمل كله اللي ضربوا قرية الرشاد هم نفسهم ضربوا قرية نهر الإمام. ما في شيء اسمه داعش، داعش انتهى وانتهى امر داعش، لكن بقى هذا داعش شماعة ممكن هو يتحمل المسؤولية أو يعلن عن مسؤوليته بالاتفاق مع المخابرات. وضحت هذه الفكرة. سأعود إليك ضيفي من مالمو السيد عبد الرزاق الآن. إليك مجددا دكتور أيمن، يعني الصدر دعا لما سماها بالصلاة الموحدة في ديالى تحت عنوان درء الفتنة، فيما كان المكنى بأبو درع أحد الحاضرين فيها. السؤال هنا، هل كانت هذه دعوة للسلام أم دعوة لاستعراض قوة
من قبل الصدر؟ الحقيقة أخي الكريم، بالنسبة للتيار الصدري هو متهم بهذه الجريمة وله يد فيها في تنفيذها، فمن باب يعني ممكن خلط الأوراق وتشويه الحقائق جرت الدعوة لهذه الصلاة، ولا سيما من حضرها يعني عناصر معروفة بسجلها المزدحم بالانتهاكات والجرائم ضد المدنيين في العراق وضد المتظاهرين السلميين والناشطين المدنيين، الذين يعني هذا العالم كله يشهد على أن حتى فيها فصائل ميليشيات هي مصنفة إرهابية يعني دوليا، هي من قائمة الإرهاب. لكن هذا يعني كله يراد منه كما ذكرت خلط الأوراق، لأنه من يشعر بنفسه في دائرة الاتهام يحاول أن يقوم بفعل أو بآخر لتشتيت حقيقة الأمور وجعلها بشكل تظهر بشكل غير المراد له. جديد إليك أستاذ عبد الرزاق، يعني إذا ثبت تواطؤ القوات الحكومية بشهادة شهود العيان بتقاعسها عن الدفاع عن الأهالي، فمن المسؤول باعتقادك عن دماء هؤلاء الضحايا الذين قتلوا وممتلكاتهم التي حرقت ونهبت؟ سيدي، من الواضح بوجود القطاعات الأمنية والهجوم مستمر من الميليشيات الولائية على المقدادية، معناتها الحكومة مشاركة. المسؤول عن الحكومة هو دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والميليشيات الولائية الإيرانية. طبعا هم هاي مشكلة الفصائل الولائية الإيرانية، طبعا إيراني يجتمع بقيادة يعني بقيادة منظمة بدر يقولهم العراق ما يتطهر إلا ببساطيل البسيج الإيراني، يعني العراق يبقى غير طاهر إلا إذا دخلوا البسيج الإيراني، يتطهر من تدخل بساطيل البسيج الإيراني. هذا مسؤول إيراني خبر قيادة منظمة بدر، ولا شخص من عندهم يعترض عليه. اليوم مؤامرة أكبر من اللي جاي نشوفه أحنا. سيد، يريدون أديالة تكون تابعة للميليشيات لأن هي قريبة من إيران وقريبة على بغداد. هاي خطة استعجلوا بها هم، لأن عرفوا أنه وضعهم اليوم بالانتخابات صار موقف ضعيف، استعجلوا وبنفس الوقت يريدون يشكلون يعني ورقة ضغط على الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات اللي شاركوا بها هم. سيدي، هذا الأمر واضح جدا. الميليشيات الإيرانية اللي متمثلة بالفتح تحت علم مصطفى الكاظمي، اليوم مصطفى الكاظمي هو حال الميليشيات الإيرانية، يجب أن يحاسب مصطفى الكاظمي. مستحيل، مو صعبة على القطاعات الإيرانية. وين عندنا وين الساعدي عبد الوهاب الساعدي؟ وين مكافحة الإرهاب اللي هجمت هي والأمريكان على الغربية، اللي دمرت كل هدف متحرك، اللي نزلت البيوت على أهاليتها، اللي قاتلوا حتى الحيوان قتلوه؟ وينهم؟ ليش ما يدخلون المقدادية ويدافعون عن أهل المقدادية ضد الميليشيات الولائية الإيرانية؟ ليش الكل متكتف وساكت وينظر للجرائم اللي طفل مريض يقتلوه، شيخ عمره 80 سنة يضربوا 30 طلقة، بأي حق؟ وين صارت؟ وين مؤسساتنا؟ وين أمننا؟ وين جيشنا؟ وين كل هذا مسؤول عنه مصطفى الكاظمي؟ أكثر أمام أحنا الولائيين منتهي من عدهم، الحشود الإيرانية، الفصائل الإيرانية منتهي من عندها، إرهابية لا خلاف عليها. وضحت هذه الفكرة سيد عبد الرزاق، وضحت هذه الفكرة. سأعود إليك الآن من جديد إليك دكتور أيمن، يعني إذا كانت تلك الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين العزل في المقدادية هي ترجمة فعلية لتهديدات قيس الخزعلي وأبو علي العسكري، السؤال هنا أين تقف الحكومة من هذا التحريض العلني ضد عراقيين عزل؟ تفضل دكتور أيمن. أخي الكريم، تعدى الموضوع مسألة التحريض. الحكومة اليوم شاهد على ما يحصل من جرائم بحق المدنيين في مناطق ديالة، ولا سيما القرى المستهدفة بالهجوم هذا. فيعني القوات الحكومية والحكومة بشكل عام هي أصبحت متورطة، أصبحت مشاركة
في يعني في كل الأحوال هي مشاركة بهذا العمل وكانت شاهدة عليه، وهي تتستر وتحاول التعتيم الإعلامي وإلصاق التهم الاستباقية لتبرئة جماعات يعني معروفة في المحافظة. لا يختلف اثنان على أن محافظة ديالى منذ 2003 وحتى اليوم تسيطر عليها بشكل كامل ميليشيا بدر، والتحق بها دخل على الخط كما يقولون قيس الخزعلي وميليشيا العصائب بعد 2013. نعم. هذه يعني وهذه المحافظة لا يمكن للقوات الحكومية أن تكون إلا تابعة لهذه الميليشيات ومساندة لها وتوفر الغطاء، وإلا كيف تحصل كل هذه الجرائم بحضور ووجود القوات الحكومية؟ وهذا ما قاله الشهود، جميع الشهادات التي تم توثيقها تنص على أن جرائم القتل وجرائم الإبعاد القسري وجرائم الإحراق المنازل والبساتين والمركز الصحي والمدرسة والمسجد بما فيه، كل هذه الجرائم وقعت أمام مسمع ومرأة من القوات الحكومية. سأعود إليك بسؤال أخير دكتور أيمن بعدما أنتقل إلى ضيفي من مالمو السيد عبد الرزاق. يعني من جديد سيد عبد الرزاق، مؤتمر لهيئة علماء المسلمين عقد في إسطنبول اليوم من أجل الحديث عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات في المقدادية. السؤال هنا، مؤتمر الهيئة اليوم وبعدما شهد عرضا لشهادات بعض الناجين من مجزرة المقدادية، كيف يمكن السؤال كيف يمكن الاستفادة من هذه الشهادات بحيث يتم مثلا تدويل جرائم الميليشيات في العراق؟ هل هذا وارد وممكن وقابل لأن يتحقق على الأرض؟ نعم، من الممكن هاي الشهادات تكون مفيدة في محكمة لاهاي، مو في المحاكم العراقية اللي موجودة اليوم. هاي المحاكم العراقية تابعة، يعني ما فرق بينها وبين باقي الأجهزة الأمنية، لكن هاي الشهادات جدا ضرورية، وشهادات كثيرة سيدي على إجرام الميليشيات الإيرانية. هذا انا اول شاهد اشهد في محكمه لاهاي، واي مكان يصير نشهد، وانا تدري من مؤسسين منظمه بدر واعرف شلون جاي يتحركون اليوم على الارض. في شواهد كثيره على الميليشيات الايرانيه، يعني على المذابح، مذابح اليوم هم في مشكله استاذ. اليوم حزب الله هو الاول يم ايران، وكذلك منظمه بدر، النجباء، الشهداء صاروا مثل شركات حمايه تدفع لهم الحرس الثوري الايراني من اجل اقامه عمليات ضد الابرياء في العراق. اليوم صاروا مثل شركات الحمايه، اليوم يدفعون لهم مبالغ ويغتالون العراقيين. اليوم الفصائل مرتبكه، الفصائل عرفت الشعب العراقي رفضها. لكن انت ترى انه من الممكن تدويل هذه الشهادات التي شهد نعم. بها بعض من تعرضوا للانتهاكات التي وقعت في المقدادية؟ نعم، هاي الشهادات جدا ضرورية، هاي الشهادات الدين هاي الميليشيات الولائية الإيرانية، وكل شهادة كل عراقي لازم يعمل من موقعه، هيئة علماء المسلمين الموقرة، باقي الشخصيات العراقية، الشخصيات السياسية. الحقيقة المفروض اليوم العراق يعني المفروض نعرضه على محكمة لاهاي، المفروض كل العراق وصلت كل هذه الفكرة. العملية السياسية نكون نرفضها ونرفعها للمحاكم. شكرا جزيلا لك ضيفي عبر سكايب من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات عبد الرزاق الحيالي. من جديد إليك في سؤال أخير دكتور أيمن. يعني دكتور أيمن، إذا كانت جرائم الميليشيات متكررة ومتعددة في مناطق بعينها يمكن رسم خريطة لها، فبما تفسر اختيار تلك المناطق بعينها والهدف من إفراغها وتغيير ديموغرافيتها؟ تفضل دكتور أيمن. أخي الكريم، هذا كله حقيقة، هذه الجريمة وما يعني والكثير قبلها كلها جرائم تصب في تنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي وتغيير التركيبة السكانية في مناطق واسعة من العراق، في أكثر من 9 محافظات، يضاف إليها مناطق حزام بغداد التي حقيقة كانت مسرحا لجرائم ضد الإنسانية حقيقة وحشية. ومحافظة بابل معروف موقعها الجغرافي، هي محافظة حدودية
ومحافظة حدودية مع إيران، وهذا الموضوع جعلها نقطة الشروع في تنفيذ هذا المخطط. يراد يعني اليوم لدينا من 2014 إلى اليوم تم إفراغ قرى كثيرة شمالي محافظة ديالى، وهذه وحتى سكان هذه القرى أصبحوا تحت الملاحقة وتحت التهديد والتصفية الجسدية، وهذا طبعا لدينا أدلة وشهود على هذا الموضوع. وحتى بالنسبة للعائلات التي نزحت والتي تجاوز عددها 500 عائلة في هذه الهجمات، حقيقة جميع الأفراد هم يعني بحالة من الرعب والخوف من الملاحقة والتصفية الجسدية، وما لأنه يعني كما فعل بأقرانهم سابقا هم يخافون ويخشون من بطش الميليشيات وميليشيا بدر على رأس الموضوع. نعم، شكرا جزيلا لك ضيفي من عمان عبر سكايب، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني.